على الاناتومي اوف ذا ليفر فروم راديولوجيكال اوفر فيو. قبل ما نبدا نتكلم على الاناتومي اوف ذا ليفر، الاول لازم نعرف الليفر ده عباره عن ايه وموجود فين والمين فانكشنز بتاعته ايه. الليفر عباره عن بريتونيال اورجان موجود في الرايت ابر كوادرنت بتاع الابدومين، بيعتبر ذا لارجست سوليد اورجان في الابدومينال كافيتي، وفي نفس الوقت بيعتبر ذا لارجست جلاند في الهيومن بودي. بيقوم فانكشنز كتيره جدا، من ضمنها ان هو بيعمل بايل سينثيسيس، بيعتبر اكسسوري دايجستيف جلاند، وبيساعد في تكوين الكلوتينج فاكتور، وبيكون كان بيعمل جلايكوجين ستورج. تاني نقطه هنتكلم عليها بعد الفانكشنز بتاعه الليفر، الاناتوميكال بوزيشن. هو موجود مين في الرايت هايبوكوندريا، واخد معاه الجاستريك اريا، وكان اكستند تو الليفت هايبوكوندريا. بيتميز الليفر كمان ان هو بيبقى له تو سيرفيسز، واحد اسمه الدايافراجماتيك سيرفيس، واحد اسمه الفيزرال سيرفيس، اكوردنج تو ريليشن بتاعه الليفر للنير باي ستراكشر. هنتكلم على الدايافراجماتيك سيرفيس، بيبقى كونفكس ان شيب، سموث سيرفيس، بيمثل الانترو سوبيريور سيرفيس بتاع الليفر، بيبقى ادابتد للكونفكسيتي بتاعه الدايافراجم. بالنسبه بقى للثاني اللي هو الفيزرال سيرفيس، بيمثل بوسترو انفيريور اسبيكت بتاع الليفر، وبيبقى عليه الاندنتيشن بتاعه النير باي فيزلز، بتبقى عامله عليه البصمه بتاعتها، زي مثلا الرايت سوبرارينال جلاند، الرايت كيدني، الرايت فليكشر بتاع الكول اللي هو الهيباتيك فليكشر، بيبقى كمان الاسوفيجاس عامل عليه اندنتيشن والاستومك. بعد السيرفيسز الليفر بيبقى عليه ليجامنتس، تو ليجامنتس اساسيين. اول واحد الفالسي فورم ليجامنت، وده عباره عن بريتونيال فلاك كده بتيجي على الانترو سوبيريور اسبيكت بتاع الليفر، وبيحصل لها سيكنج تحت وتتحول للفالسي فورم ليجامنت. وفي ليجامنت تاني اللي هو ليجامنت انتيريس بتاع الليفر. اهم حاجه هنا تهمنا كراديولوجيست الهيباتيك ريسيسز، اهميتها فور كلينيكالي عشان هي اكتر مكان بيتكون فيه الفلويد كولكشن، سواء كان بلاد سواء كان بص، فتبقى مكان دوميننت لتكوين الابسس او الانفكشن. نعرف اماكن الريسيسز دي، هما ثلاثه اساسيين. واحد اللي هو السابفرينيك ريسيس، السابفرينيك ريسيس ده بيبقى موجود ما بين الدايفرام وما بين الانترو سوبيريور اسبيكت بتاع الليفر. تاني واحد اللي هو الساب هيباتيك ريسيس، الساب هيباتيك ريسيس ده بيعتبر جزء من السوبرا كوليك ريجون، وده موجود ما بين الليفر وما بين الترانسفيرس كولون. تالت واحد وده مهم جدا اللي هو الموريسون باوتش، اللي هو الهيباتورينال باوتش، بيبقى ما بين الليفر وما بين الرايت كيدني، وده بيعتبر ذا ديبست بارت بتاع الابدومينال كافيتي، خصوصا لما البيشنت يكون ان ريكومبيننت بوزيشن، عشان كده هو اكتر مكان بيتكون فيه الباثولوجيكال كوليكشن، زي الاسايتس وزي البلاد وزي البص. لازم برضو نعرف نأسس البوليوم بتاع الليفر قبل ما ندخل في السيجمنت، لان البوليوم بتاع الليفر بيأثر معانا على اننا نحدد الريزيرف من البوليوم بتاع الليفر، عشان يأثر على الفانكشن بتاعته، وعشان نحدد الديزيزز الموجوده معانا فاريانت في الليفر بوليوم. مثلا لحد 16 ده نورمال، كل 3 درجات بيزيدوا بنبدا نزود الديجري بتاعته مايلد ومودريت وسيفير انلارجد ليفر. السيجمنتيشن بقى هنقسم الاول الليفر لسيجمنت. اولا كده احنا بنقسمه سيجمنت ليه؟ عشان نقدر نحدد مكان الليجن، فبالتالي نقدر نحط بيتر بلان للانترفينشن اللي هيحصل في الليجن الموجود. السيجمنت دي بتتقسم بناء على ايه؟ كانوا زمان بيقولوا ان الفالس فيرم ليجمنت بيقسم الليفر لتو لوبس ليفت ورايت، ودي تقسيمه غلط. التقسيمه جت رايت وليفت منين؟ قال في ايماجينري لاين بيتحط 4 سنتي رايت تو ذا فالس فيرم ليجمنت، بيقسمهم لرايت لوب وليفت لوب. بالنسبه بقى دخلت البورتال فين، بيقسموا الى سوبيريور سيجمنت وانفيريور سيجمنت، وبعد كده في 3 هيباتيك برانشز بيتجمعوا مع بعض عشان يصبوا في الانفيريور فيناكيفا ويعملوا درينج للليفر. دول بيقسموا الليفر ل سب سيجمنتس. بيقسموها ازاي؟ عندنا مثلا الليفت برانش، الميدل برانش بيقسمها لليفت ورايت، والليفت برانش بتاعه بيقسمه للاترال وميديال سيجمنتس، والرايت برانش بيقسمها لانتيريور وبوستيريور سيجمنتس. بندي بقى للسيجمنتس دي ارقام عشان ما نقعدش نقول بقى مين اللاترال ومين الليفت وكده، عشان الموضوع يبقى سهل. السيجمنتس واخده، لو احنا في السوبيريور سيجمنت بنعرفها في السي تي، لما يكون الاي في سي والبورتال فين ظاهرين قدامي يبقى احنا كده في السوبيريور سيجمنت. بتتقسم لسيجمنت 2 و4 و8 و7.
اما الانفيرور سيجمنت لما يبدا يختفي الاي بي سي وتظهر معانا الكدني والهيد اوف بانكرياس يبقى احنا كده في الانفيرور سيجمنت. بتتقسم ل 3 و4 و5 و6 كده، اربعه اتكررت معانا مرتين والواحد ناقص. الواحد ده بياخدها الكودات لوب، والكودات لوب بيبقى سبيسيفيك عن بقيه السيجمنت بانه بياخد بلاد سبلاي اكتر من الرايت والليفت، وبيحصل له انلارجد لما في الايرلي سيروزس حجم الكودات لوب بيزيد. بالنسبه بقى للنمبر 4 بتتقسم ل 4A و4B، 4A موجوده في السوبيريور بارت وال4B موجوده في الانفيريور بارت، وده كله على بعضه الكوادريت لوب اللي بيمثل الميديال لوب بتاع الليفت لوب. ده بالنسبه للسيجمنتيشن. هو كده انا قلت الكلام ده في الموضوع، كده انا خلصت. دكتور حماده راجع معايا وقال لي تمام كده على البرزنتيشن. تمام، في اي كومنت لحضرتك؟